وها هنا نلتقي ونحتفل، أقول احتفل ليس مجرد تصريح بنتائج، ولكن نحتفل بأول انتقاء حر وديمقراطي للمترشحين للانتخابات الرئاسية منذ استقلال بلادنا العظيم. النتيجة اليوم تأتي بتكذيب كل المشككين في قدرة السلطة الوطنية المستقلة الفتية، كل المشككين في نجاة الاختيار للذهاب لانتخابات حرة ونزيهة لإخراج بلادنا من الوضع المؤلم الذي أرادوا البعض، وأقول بعض المفسدين، أن يضعوها فيه. الحملة الانتخابية ستبدأ يوم 17، هاي قانون تبدأ يوم 17، قات 17 نوفمبر. الليلتين وحنا نداولوا في الأمر، وحتى كملنا المداولة تاعنا هذه الصبيحة باش يعني ضبطنا القائمة النهائية. وواحد ما كان يعلم إذا كان مثلا كان مرشح، هاني قلته لكم، كان ممكن يفوت، كان ممكن يفوت، يعني عنده أكثر من 50 ألف، قلت لكم عنده غير في ناقصين زوج ولايات.